امبارح تم الإعلان عن إتاحة رابط التقديم للمشاركة في معرض ديارنا. طبعا معرض ديارنا ده واحد من أكبر معارض الحرف اليدوية والتراثية، ويمكن شاهدنا كمان نسخ سابقة ليه ناجحة جدا. طبعا بينتظر كل الأسر المنتجة والحرفيين والمبدعين في مصر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار وزارة التضامن. صباح الخير لحضرتك يا فندم، منورنا. في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. اهلا بيك. طيب لو في البدايه تطلعنا على شروط التقديم لمعرض ديارنا للحرف اليدويه والتراثيه يا فندم. معرض، طبعا المعرض اللي احنا بنجهز له او اللي احنا بنعد لافتتاحه هو معرض كايرو فيستيفال في التجمع الخامس. المعرض مقام على حوالي 2800 متر طبعا برعايه وزاره التضامن الاجتماعي. احنا بدانا فتحنا استمارة التقديم للعارضين او للاسر المنتجه اللي هم محتاجين يسجلوا ويخشوا معانا المعرض بدايه من يوم الثلاث مساء. طبعا التقديم دوت الشروط، اهم حاجه المنتج نفسه يكون قادر على المنافسه ومنتج جيد، لان احنا برضو يعني المعارض دي بتبقى واجهه للحرفيين في مصر. طبعا فاحنا اللي بنلاقي منتجه جيد وكويس جدا ويرتقي للمنافسه وانه يعرض ويحقق مبيعات ويشغل ناس او اسر منتجه وراه كتير، ده اللي احنا يعني بيتم اختياره من خلال اللجنه اللي بتم اختيار المنتجات او العارضين اللي هيتم نزولهم المعرض. لان احنا يهمنا في الاول جوده المنتج، وطبعا تعدد المنتجات، بنراعي تمثيل كافه المحافظات. المنتجات اللي في محافظات متميزه جدا ببعض المنتجات التراثيه والحرفيه، في حاجات مستحدثه من ضمن الحرف اللي احنا بنشجع عليها بالذات اللي هي الحاجات في جنوب الصعيد. يعني عندنا دلوقتي معرض في الاقصر المفروض ان هو شغال الاساس والحرف اليدويه برضو، وفي عارضين عارضين حاجات برضه متميزه. فعشان كده احنا بنحاول نعمل مع الوزيره مديانه تعليمات ان احنا نفتح اسواق في كافه المحافظات، ونحاول نعمل تسويق لكافه المنتجات المصريه وبالذات الاسر المنتجه، لان دي اسر محتاجه ان احنا ندعمها، والدوله والقياده السياسيه مديانه كافه الصلاحيات عشان نقدر ندعم هذه الاسر عشان نوصل ان احنا يعني بندعم الاقتصاد الوطني ونساهم في بكل تأكيد يا فندم. يعني حسب كلام حضرتك انه المعيار الاهم هو الجوده، جوده المنتج. حضرتك كمان خلال حديثك ذكرت انه بجانب الحرف اللي موجوده كالعاده في معرض ديارنا في حرف كمان مستحدثه، فلو حضرتك تقول لنا يا فندم ايه الحرف، ابرز الحرف اللي هتكون موجوده ايه، وايه كمان الحرف المستحدثه؟ احنا عندنا دايما يعني دايما العارض او دايما المنتج المصري بيحاول يطور من نفسه عشان يلاقي سوق ويفتح مجال. يعني احنا يعني منتجات التلي بدات تخش مع بعض المنتجات الاخرى بحيث انها تعمل منتج جديد بشكل جيد، لان احنا دلوقتي بقينا حتى عندنا مع الوزيره يعني المفروض ان احنا بنفتح اسواق خارج مصر كمان مش داخل مصر بس. طبعا فعشان كده احنا بنحاول نحيط الحرف التراثيه القديمه الى جانب ان احنا كمان اي يعني تطوير او تحديث في الحرفه نفسها احنا بنشجعه طالما يرتقي ويظهر بمظهر لائق ويقدر ينافس في السوق المحلي او السوق الخارجي. طب يا فندم يعني هل يشترط انه العارض يكون اشترك قبل كده في معرض ديارنا، ولا ممكن يكون عارض جديد تماما؟ جوده المنتج يا فندم، انا ما اقدرش، هي مش حكره على يعني ما اقدرش اقول احتكار على عارض معين او فئه معينه، لا، العارض اللي بيتقدم بمنتج جيد يرتقي وينفع ويكون صالح ويقدر يحقق رؤيه، يعني نلاقي فيه ان هو قدره على انه ينافس ويحقق مبيعات. عشان في اسر كتيره، ما هو العارض ده مجرد ان هو بيبقى وراه مئات من الاسر، ده كل واحد بيشتغل في جزئيه معينه. طبعا عشان كده يهمنا نسوق لاكبر عدد، فالقصه كلها مش واقفه على حد معين، ولكن اللي بيقدر يقدم حاجه جميله ينفع تتعرض تحقق مبيعات وجودتها وسعرها المناسب هو ده بيبقى ليه الاكثريه او ليه الافضليه. طيب اخر موعد للتقديم في المعرض امتى يا فندم؟ بص حضرتك، احنا الاستماره مع الوزيره وافقت على اننا نطلق الاستماره التقديم على موقع وزاره التضامن الاجتماعي. طبعا احنا من يوم الثلاث الاستماره مفتوحه، وطبعا تم التسجيل، في ناس كتير قوي كانت يعني مستنيه الفرصه انها تقدم في هذا المعرض، لان ده يعتبر من اكبر المعارض
اللي بتقام في على مستوى محافظة القاهرة. وفي نفس الوقت يعني إن شاء الله إحنا الاستمارة مفتوحة لمدة 7 أيام، إن شاء الله اللي عاوز يقدم بيقدم، وبعد كده هنقفل ونبدأ بقى نشوف إيه الأكثر المنتجات اللي إحنا محتاجين، لأن إحنا بيهمنا تمثيل كافة المنتجات، مش بنكتفي بمنتج معين أو محافظة معينة، لا كله لازم يمثل، حتى الوزارات الشريكة معانا اللي ليها صلة بمجال الحرف اليدوية، إحنا مع الوزيرة بعتت لهم دعوات عشان يشاركوا معانا. هايل. طيب ده بالنسبة للمعلومات اللي تهم العارضين، بالنسبة كمان للمعلومات اللي تهم الزائرين كمان يا فندم، المعرض هيستمر لمدة قد إيه؟ يعني بعد ما بيتم اختيار كمان المكان اللي هيقام فيه المعرض، المعرض المرة دي في كايرو فاستيفال زي ما حضرتك قلت، في المول كايرو فاستيفال بالتجمع الخامس. هو طبعا المعرض يعتبر دي ثالث تنظيم طبعا كمعرض بيارلا، احنا دي النسخه 65 لمعرض بيارلا على مستوى الجمهوريه، ولكن معرض كايرو فيستيفال احنا بقى لنا 3 سنين بنقيم هذا المعرض وبيحقق نجاح يعني متقدم كل سنه عن سنه. المعرض المفروض ان هو الميعاد المقترح او المقرر من معالي الوزيره ان هو هيبقى من يوم 23، طبعا دي بدايته لمده 17 يوم. المفروض المعرض دوت هيبقى يعني متاح للجمهور من 10 صباحا لحد مثلا 11 مساء. الموضوع كله ان احنا دي ترتيبات يعني دي بيتم بقى اقرارها من فريق العمل، لكن المعرض موجود لمده 17 يوم، البارتيشنات موجوده، الشركه المنظمه او معانا بعض الرعاه في الحدث نفسه طبعا دول لهم الشكر والتقدير طبعاً. فعشان كده احنا بنقول المعرض ان شاء الله هيبقى فتره كويسه جدا مناسبه، 17 يوم كويس جدا، وفي نفس الوقت هيدي فرصه ان احنا حتى لو يعني نحصل على اكثر من يعني هنشغل معانا اكثر من 400 عارض، لان يعني هيبقى في مساحه ان شاء الله للناس ان احنا نكتر عدد الشركاء معانا في المعرض. هايل. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ صبري عبد الحميد رئيس الاداره المركزيه للتنميه والاستثمار بوزاره التضامن.